السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي عدنا والعودة أحمد يا زعما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب والسعادة لقلوبكم الطيبة وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخوات داخل الوطن وخارج الوطن مدينة مكناس ومدينة الملوك من العاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية أحييكم وأقول لكم الحمد لله وشكر الله على الغيث. الحمد لله وشكر الله على الغيث. الحمد لله وشكر الله على الغيث مدينة مكناس. وأتمنى أيضا في جميع مدن المملكة المغربية وفي جميع أنحاء العالم كله نشتاق إلى الغيث. الحمد لله الحمد لله وشكر الله إخواني أخوات. أنتم تشاهدون إخواني أخوات. الحمد لله والشكر لله على بلاد الخير والخيرات على بلاد السلم والسلام. دائما نقول لكم اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ولا تجعلنا من القوم القانطين. الحمد لله والشكر لله على الغيث. الحمد لله والشكر على الغيث. ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. رمضان الكريم بل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والحمد لله والشكر لله على الغيث. لأن كنا في الصباح في المزرعة كنا أمس في المزرعة كنا نشتاق إلى الأقطار والغيث واليوم الحمد لله والشكر لله على الغيث. الحمد لله والشكر لله على الغيث. أيها الإخوان يا أخوات من حي البساتين من أي رمسيس من مدينة الملوك من العاصمة الإسماعيلية مكناس. يا مكناس مكناس الحمد لله الغيث. الحمد لله والشكر لله على الغيث. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت ولا تجعلنا من القوم القانطين. انتم اخواني اخوات اجواء رمضانيه بعد صلاه العصر والغيث الحمد لله تغير الجو ان شاء الله نتمنى تغير اسعار. انتم تشاهدون اخواني اخوات الخيرات في الطريق. أنتم تشاهدون الخيرات والشتاء واستغلال المملكة العمومي ورمضان والحمد لله والشكر لله على بلاد السلم والسلام. أنتم يا الأحباب خيرات الخيرات 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 ثم الخيرات والأمطار يا إخواني أخوات والغيث. أنتم تشاهدون الخضار والفواكه. إذن إن شاء الله مع هذا الغيث تتغير أثمنا
ويفرح الفقير ويفرح الغني ويفرح المتوسط. أنتم يا الحبة شاهد، شاهد الليمون، شاهد الخيرات، شاهد شاهد أمامك، وشاهد الليمون والبنات والطبيطوز والبصل والبشر. شاهدت البشر في الشتاء، تغير الجو. أنتم يا الحباب عولتنا الحياة بساتين، أنتم يا الغزاة شوفوا الناس طيبين، شوفوا. شاهد الخيرات أمامك، شاهد 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 بلاد الخير، بلاد السن، بلاد السلام. شاهد ثم شاهد. جولة يا أخواني يا أخوات، جولة ما شاء الله مع الغيث، مع الغيث يا أخواني يا أخوات. أنتم تشاهدون هذا الخير والخيرات يا حي الوسات، يا شاهد خيرات، شاهد 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شاهد يا إخواني يا أخوات، شاهد 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 خير الليل، شاهد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لا يوصل إلا على الغيث. مازال إن شاء الله الخير يا إخواني يا أخوات، مازال إن شاء الله الخير. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ولا تجعلنا من الحي البساتين، الحي البساتين يا إخوان يا خوات، مدينة مكناس، العاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية. حياكم الله ورعاكم إن شاء الله رب العالمين، والسعادة بقلوبكم المطيبة. Thank you.
الخير ومن وصل الخير ومن وصل الخير في صدراته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. Alors on dit en français, est-ce qu'on dit que la pluie tombe ou bien la pluie pleut? Alors qui est la réponse, qui est la vraie réponse? Est-ce qu'on dit la pluie tombe ou bien la pluie pleut? Then j'espère une réponse. Correct. Et parce que beaucoup de choses ne vont pas la différence entre le verre de voir et le verre de l'air. الغيث إخواني أخوات الغيث. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الأفضل الصلاة والسلام. الأحداث قد تتغير الحمد لله والشكر لله. إن شاء الله تتغير أسعار إن شاء الله تغير الأسعار وإن شاء الله تدخل الفلاحة من جديد ويفرح المواطن وتفرح المواطنة ويفرح العباد وتنحيد الزعلنة وإن شاء الله الخير. إخواننا نقول لكم لا تقنط من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله يا إخواني يا أخوات. الذي خلقنا ويرزقنا الذي خلقنا هو الذي يرزقنا يا إخواني يا أخوات. ما شاء الله ما شاء الله على الرأس الحبيب وصوتي من عين السلوقي كما يقال قديم الزمان. عين السلوقي حاليا من بساتين أكناس المغربية مدينة البنود العاصمة إسماعيل المحطة المغربية الحمد لله على الغيث الحمد لله على الغيث. شكون اللي قد يشرح لي ماذا نعني بعلامات 90 في السيارة؟ أنتم تشاهدون على السيارة أمامكم رغم أنها في عقب ولكن على الشمال نشاهد 90. إذا 90 ماذا تعني 90 يا إخواني يا أخوات؟ ماذا تعني 90؟ وما هي مهمة 90؟ وما هي شروط 90؟ لكي أساعدكم أقول لكم هذا عنده
عندو كثير من اخوتي جديد، عندو الكامل جديد، اذا هو على خط 90، لكن بتشرحوا لي ماذا تعني علامة 90 في السيارة وما هي الشروط، لان الكثير لا يفهم، فقط ياخذ الكرمي ثم يتجه للسياقه دون ان يكون له فكره على انه له شروط في مده سنتين. تطبق عليه عده شروط، اولها هي قرابه 90، تسير ب 90، 90 ورا 90. إذا أنتم يا إخواني يا أخوات، ما شاء الله أنتم تشاهدون حتى السيارات، ما شاء الله الجديد ثم الجديد، الخضر، الفواكه، الغيث، كل رمضان، الحمد لله والشكر لله. أنتم الخيرات شمالا وجنوبا وشمالا وشرقا وجنوبا، والخيرات تشاهدون الخيرات. شاهد يا اخي الكريم، شاهد يا اختي الكريمه، الغيث والفواكه ورمضان مبارك. انتم يا احباب، سير سير اخوتي، سير اخوتي، لكن جاي لعندي، سير سير يا حبيبي، سير سير يا حبيبي، سير. عندك اختي العزيزة، عندك انتما يا رفوف يا احباب، يا نصر المدينة، الخيرات يا إخواني يا أخوات. أمام مسجد الشهداء العسكريين رحمة الله عليهم، أنا أقدم لكم دائما خطبة الجمعة وصلاة التراويح ثم القراءة الجماعية برواية ورش. دائما لحظة الإخوان أخواتي، شكرا جزيلا الشكر كتبيع أوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. الحمد لله والشكر لله على الغيث، الحمد لله والشكر لله على الغيث. لا رزق عبادك وبهيمتك، وانصر رحمتك وقدرتك من لا تتعمم القوم الخائفين. امين يا رب العالمين. اخوتي، هذا السؤال اللي كتشوفوا امامكم يسمى بالزياد بغرها، ولكن هي ايضا سات، هذا ما يسمى الزياد. اخوتي، كل الزياد هنا من واحد حتى سبعه، من واحد حتى سبعه الزياد غير هناك. اوفيس ناسيونال دو رونجمون ميليتير، اجونس، هنا استفاد الكثير والكثير من افراد القوات المسلحه الملكيه، هناك من استفاد شقه، هناك من استفاد ببقعه، هناك من استفاد بعماره، وهناك من استفاد ايضا بالملك ايضا هناك. الحمد لله، الشكر لله، بلاد السلم والسلام، بلاد الخير والخيرات، الحمد لله على الغيث، الحمد لله والشكر لله على الغيث. نتمنى ان شاء الله ان تكون عامة في المملكة المغربية، وتكون عامة ايضا في العالم كله، لاننا نشتاق الى الغيث، وخاصة المملكة المغربية، لأن موسم الفلاح يا إخواني يا أخوات، وهنا تشاهدون الغلاء في الخضار. إذا الحمد لله، أتمنى أن تكون هذا يوم جميل، وإن شاء الله تتغير الأحوال وتخرج إلى الغياء. هنا حادثة يا إخواني يا أخوات، هنا حادثة، أن إنسان، لأن القليل من يحترم، القليل من يفهم السياق في أيام المطر، القليل والقليل من يفهم السياق في المطر، والسياق في الشمس، والسياق على الصباح، والسياق بالليل. يعني إخواني أخوات، كل وقت لها فن في سياقه. يعني هنا نقول لكم يا إخواني يا أخوات، يا الناس طيبين، يا الناس الحلوين، يا الناس العزاز، يا الناس 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 الناس، الحمد لله والشكر لله، والحمد لله والشكر لله على الغيب، ما يهم، الحمد لله على الشكر لله على الغيب.
عملنا معكم جولة نروح إن شاء الله أيضا تحتنا فرصة سنعمل جولات أخرى نحيدوه مطر ونستغفر المطر ونستغفر الغيط 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 مهم جدا في هذا الوقت زمان في هذا المكان في هذا المكان إخواني أخوات هذا ما يسمى بالزياد أي رمسيس. نحن على معكم جولة أيضا نتعرف كيف نستفاد بعمارة شقة العمارة من كيف نستفاد بالقمعة وهناك من يستفاد بالقمعة أيضا في سجود في استراد في سكاب في الحمد لله والشكر لله. أنتم تشاهدون إخواني أخوات تعرفون على حي الأساتين أي رمسيس. أوكي لا بروبلام شات هادي تنسيوش هادي على اليمين البساتين وعلى الشمال إلى حمرية. نأخذ إلى اليمين والرجوع وسنمر على الشواية ثم العودة إلى الدخول إلى البيت لاستعداد الوضوء إن شاء الله. إذا أنتم تشاهدون يا إخواني يا أخوات الجو جميل جدا بعد الغيط وهنا أقول لكم سنأخذ الطريق من هنا وسنصل إلى إن شاء الله. هنا كانت تسئة جديدة ما تكلمنا معكم في هذه التسئة واليوم أيضا مناسبة نتكلم على التسئة هنا منطقة ما شاء الله من السكاة منطقة الراحة النفسية ثمن مناسب وأيضا الجودة والأمر على الاتصال بعين المكان وسيعرف هناك أسامي أثمنة تختلف بين 25 والثمانية والعشرين مدينة مغربية لكن من يهم والأمر عليه الاتصال بعين المكان ويعرف كما هناك أيضا محلات تجارية يا إخواني أخوات. إذا هناك محلات تجارية من يريد استخدام محلات تجارية إذا منطقة جميلة و موقع ما شاء الله والسئة ما شاء الله ونتمنى الخير للجميع والسعادة لقلوبهم الطيبة وشكرا جزيلا الشكر واني أخوات داخل الوطن وخارج الوطن أحييكم وأقول لكم رمضان كريم اللهم تقبل منا الصيام والقيام والطاعة اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا عيد الفطر وعيد الأضحى وارزقنا الذرية الصالحة وارزقنا من حيث لا نحتسب والسعادة لقلوبكم الطيبة وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخوات داخل الوطن وخارج الوطن وما تبقى أن أقول لكم مع السلامة.